أهلا بيكو. الفيديو الثاني في محاضرة وسائل التقييم هنتكلم فيه عن الوسائل المختلفة اللي بتستخدم في تقييم الأداء سواء للطالب أو للمدرب. الحقيقة يهمني هنا أن أنا أقول أن الوسائل دي يستحسن دايما أن احنا نستخدم أكتر من واحدة منها في عملية التقييم، مش واحدة بس، الوسائل كتيرة ومتعددة، في بعضها مشهور أكتر من البعض وبعضها أسهل في الاستخدام من البعض، لكن في الآخر مفيش واحدة منهم ما فيهاش عيوب، مفيش واحدة منهم ما ينقصهاش بعد بعض الحاجات، وبالتالي التعدد في استخدامها ممكن يكون من الحاجات اللي بتخلي عملية التقييم أو القياس عملية أحسن بكتير. لو رحنا لوسائل القياس هنلاقي ان احنا عندنا نقدر نقسمهم لمجموعتين، مجموعة بتتنفذ او بتتاخد بيها في اثناء الكورس او اول ما يخلص في اثناء المحاضرة او اول ما تخلص، والبعض التاني ممكن بنستخدمه بعدها. فهنبتدي في الكلام بتاعنا عن الوسائل اللي بتستخدم في اثناء الكورس او اول ما يخلص. منهم الاساينمنتس او الهومورك ساعات بنسميه، البروجكتس الامتحانات، التستنج، الدسكشنز، الاوبزرفيشنز، واللاب ريبورتس، والبورتفوليوز. تعالوا نتكلم عليهم واحده واحده مع بعض. اولا الاساينمنتس. الاساينمنتس يمكن من الحاجات اللي معروفه ان دايما بيبقى او كتير من الكورسات بيبقى مصاحب ليها طلب من الانستراكتور للتريني انه يبتدي يعمل حاجه معينه، يعملها عاده في البيت او بياخدها يعملها في داخل وقت المحاضرة. دي ساعات زمان في المدارس بنسميها class work و homework، بس الاثنين assignment، ان انا اقول له حل المسألة دي او ارسم الرسمة دي او جاوب على السؤال ده او ما الى ذلك. الحقيقة الassignments من الحاجات الواسعة الانتشار وواسعة الاستخدام، من ميزتها ان هي بتدي رد مباشر للطالب او المتعلم على هو اتعلم قد ايه او ما اتعلمش قد ايه. لو انا اديتك assignment وانت ما عرفتش تحلها، assignment على المحاضرة اللي كنت بتكلم فيها دلوقتي وانت ما عرفتش تحلها، يبقى في الغالب انت ما اتعلمتش كويس من المحاضرة او ما ذاكرتهاش كويس او. كتير من الناس للأسف، وأنا بقول للأسف لأن دي وجهة نظري الشخصية، يعني بيستخدم الأساينمنتس كجزء من وسائل التقييم اللي بيدي عليها درجات. والحقيقة تجربة اللي عدى بيها كتير من الناس إن للأسف لما بديك هومورك تعمله وانت عارف ان هومورك ده لما هترجعه لي هتاخد مثلا 9 من 10، 7 من 10، 3 من 10، وكمان الدرجة اللي هتاخدها دي هتخش في التقدير النهائي، التقدير الاجمالي بتاعك في الاداء في الكورس، اللي بيحصل ان ده للأسف بيشجع كتير من المتدربين او الطلاب على ان هم يدوروا على وسيلة يجيبوا بيها الاجابة من اي مصدر، سواء ينقلوها من زمايلهم، يلاقوها على الانترنت، يشوفوا السوليوشن مانيوال بتاع الكتاب او غيره. عشان كده انا الحقيقه بينصح مجموعه من الناس وانا بؤيدهم جدا ان الاساينمنتس دي تستخدم للطالب منه ليه. بمعنى ان انا بدي الطالب الاساينمنت اقول له في صوره ريكومندد بروبلمز، خد يا عم لو حليت المسائل دي يبقى انت فهمت كويس، لو ما عرفتش تحلها يبقى في حاجات انت ما فهمتهاش كويس او ما ذاكرتهاش كويس. في الحاله دي الطالب هيشتغل علشان مصلحته مباشره، مصلحه عمليه التعلم في حد ذاتها، مش علشان الدرجه. طبعا هنا اول رد او اول مشكله ممكن الواحد يفكر فيها ان طب ما ده معناه ان الناس مش هتشتغل، مش هتعمل، ما دام مش هيتقيم عليه. هنا بقى طبعا يجي الديبيت،
انا عايز الطالب يتعلم انه يدور على مصلحته ويدور على مسؤولياته، ولا انا عايز الطالب ان هو يجاوب وخلاص واقدم له عملية واصلح له الهوم ورك واقول له ده صح. طبعا هنا انا مش يعني انا ميال لحاجه، لكن ده مش معناه بالتاكيد، مش معناه ان الجانب الاخر خطا وانا اللي صح، وانما انا متاكد ان الجانب ده له مميزاته وعيوبه، وده له مميزاته وعيوبه، وانت بتختار بناء على اللي انت بتشوفه وبتقتنع بيه اكتر. يجي الوسيله الثانيه من وسائل التقييم او الاسسمنت، وهو البروجكتس. ان انا ادي الطالب او المتدرب بروجكت، معناها في الاصل هو انه مش هتبقى مساله واحده بيحلها، دي مجموعه مسائل متشابكه مبنيه على المعرفه اللي بناها في خلال المحاضره او في خلال الكورس. وكتير برضو ما بتعتمد على معرفة سابقة، يعني مثلا لو أنا بديك بروجكت في زي اللي قدامنا الصورة بتاعته، حاجة في باستخدام الأردوين، فأنا المفروض عندي افتراض مسبق إن أنت عندك معرفة يعني إيه إلكترونيكس ويعني إيه بروجرامينج بلغة السي. لو ما تعرفش ده ولا تعرف ده، يبقى فكرة إن أنا أديك بروجكت في الأردوينو ملهاش معنى. لكن عموما البروجكتس بتبقى الميزه بتاعتها ان هي بتبقى شيقه، بتشد انتباه الطالب، بتخليه يعمل مجهود اكبر ويحاول ان هو يحسن من ادائه بوسائل مختلفه. والاهم من ده كله الحقيقه يعني بتعرضه لمشاكل واقعيه، او على الاقل اكثر واقعيه من المشاكل اللي ممكن يقابلها لو بيحل مساله على ورقه او في كتاب او فالبروجكت الحقيقه من الحاجات اللي بتستخدم كتير. تقييمه ما هوش عمليه سهله، محتاج تفكير كتير، ازاي تقيمه وازاي تدي درجه عليه وازاي تطلع منه فعلا بالطالب عمل اللي عليه او ما عملش اللي عليه. الوسيله الثالثه وهي يمكن اكثر الوسائل انتشارا في وسائل التقييم للطلاب والمتدربين، هي الامتحان. الامتحان الحقيقة من الحاجات اللي بنستخدمها كتير، وتقريبا كل الترينرز او اساتذة المدرسة او الجامعة شاطرين قوي في انهم يعملوا الامتحان. ما بيمثلش بالنسبة لنا مشكلة كبيرة ان انا اجيب شوية مسائل والف لي مسألتين واحطهم في امتحان واقيس بيهم اداء الطالب. طبعا هنا انا مش بشكك في قيمة الامتحان، بالعكس الامتحان ما زال هو احسن وسيلة اقدر اقول بيها ان القياس بتاعي قياس موضوعي. اقدر فعلا الديزاين، لو الديزاين بتاع الامتحان كويس، اقدر اقول ان ده موضوعي جدا، واقدر فعلا اقارن بيه الناس، ولما يجاوب على السؤال ده يبقى يعرف كذا، ولما يجاوب على السؤال ده يبقى يعرف كذا، حاجات ممكن تتوه عننا في الوسائل التانية. لكن طبعا الامتحان من عيوبه الاساسية هو مسألة التوتر. كلمة امتحان بس للأسف إن إحنا تربينا عليها عموما إن هي حاجة عايزة تركيز عالي وعايزة مجهود ولها أهمية عالية، وحتى لو عملت امتحان صغير عليه 5% بتلاقي الطالب متوتر قوي لمجرد إن اسمه امتحان. وده واحد من العيوب الرئيسية اللي في الامتحان، اللي بتخلي حتى أداء الطالب ممكن يبوظ خالص لمجرد إنه داخل يمتحن. هنا للأسف دي عيب من العيوب الأساسية. طبعا في عيوب تانية صغيرة هنتكلم عليها واحنا ماشيين، لكن ده ما يمنعش ان احنا هنحتاج نستخدم الامتحانات في بعض الكورسات اللي هنقدمها لتقييم الأداء بشكل أسرع وأسهل. وهنا أقول لك ان التستنج أسهل لي أنا كإنستراكتور، أسهل لي ان انا أعمل لك امتحان، ان انا أقعد أعمل لك امتحان شفوي، أو ان انا أقول لك اعمل بروجكت وأخد البروجكت وأقيمه أو. ودي حقيقة مش هقدر يعني إيه مش هنقدر نخبيها، لكن مع ذلك لازم برضو وانا بختار الامتحان ان انا اقيم بالامتحان ابقى عارف ان له عيوبه بالنسبه للمتدرب او الطالب، وبالنسبه للحاجات اللي بيقدر يقيسها والحاجات اللي ما بيقدرش يقيسها. بعد كده يجي الديسكشن، وساعات الديسكشن ده بيبقى في صوره امتحان شفوي.
فسواء ديسكشن بمعنى ان انا بعمل بطرح اسئله في وسط المحاضره او بفتح موضوع للمناقشه وابتدي اقيم اداء الطلاب من حيث هم بيردوا ازاي او الافكار عندهم ازاي، يا ترى استخدموا اللي احنا قلناه في المحاضره او لا، او ان انا بجيب الطلاب على حده او مجموعات صغيره مع بعضها ابتدي اطرح اسئله واقيم اجابات الاسئله دي بشكل شفوي. فالدسكشن حقيقه وسيله من الوسائل اللي معروفه، مش بتستخدم بنفس الكثافه اللي بيستخدم بها التستنج، لكن الحقيقه هي طريقه مش بطاله. فيها عيوبها طبعا، منها ان شكل الطالب ممكن ياثر عليا البايس زي ما هنتكلم قدام، ان انا ممكن يكون الطالب ده اوريدي من الطلبه اللي ضايقوني في حاجه او من الطلبه اللي بحبهم، يا ترى ده هياثر على طريقه تقييمي للطالب ولا لا؟ احنا بشر. فالدسكشن من هنا بيعيبوا الحته دي، ان انا ممكن التقييم ما يبقاش موضوع كفايه لان بيدخل فيه مؤثرات تانية على عملية التقييم. عشان كده يمكن ساعات بنفضل ان التقييم الشفوي او من خلال ديسكشن او امتحان شفوي يبقى في اكتر من واحد قاعدين، والاكتر من واحد دول يكونوا اغلبهم ما يعرفوش الطلبة دي او ما تعاملوش معاها قبل كده، لكن يكونوا على دراية كافية بالمادة العلمية ان هم يقدروا يقيموا اداء الطالب عنها. يجي بعد كده ما يسمى بالobservations أو اللاب ريبورتس. برضو الobservations واللاب ريبورتس دي بتبقى وسيلة تقييم لما بيبقى في حاجة عملية، ببقى عايز أشوف الطالب أو المتدرب أثناء تنفيذ اللي هو اتعلمه بيعمل إيه، وزي في الديمونستريشن أو في الأكتيفيتي مثلا ممكن أنا بقيم هو نفذ الخطوات زي ما المفروض تتعمل، رجع للمراجع المناسبة، عمل الحاجة بالسرعة المناسبة، كان دقيق كفاية وهو بيعمل حسابات الفلانية أو. وساعات الكلام ده بيبقى في صورة لابوراتوري ريبورتس، إن أنا بخش وأقيم أداء الطالب في المعمل، هو اتعامل مع الأجهزة ازاي، رتب التجربة ازاي، عمل عمليات القياس ازاي. وساعات بالعكس بيبقى الطالب هو اللي عمل اللاب ريبورت عن أدائه في المعمل أو في الورشة وبيقدمه، وبقيم اللاب ريبورت ده بناء على المخرجات اللي موجودة فيه من غير ما أكون تابعت الطالب مباشرة في أثناء أدائه للتجربة. في كل الأحوال ده observation أو lab report، منه أنا أقدر أقيم أداء الطالب بطرق مختلفة. طبعا من عيوبه again البايس اللي ممكن يكون موجود لو أن أنا اللي بتفرج على الطالب أو براقب الطالب، أو لو بقرأ lab report ما كنتش شايف الطالب عمل إيه، فهنا برضو أنا في حاجات كتير مش عارفها، طلعت إزاي، الأرقام دي جابها منين، يا ترى قاس فعلا ولا نقل أرقام من حد ولا ألف أرقام. طبعا حاجة من الحاجات المشهورة للأسف في التجارب إن أنا ممكن ألفق النتائج زي ما بيقولوا عشان النتائج تطلع شكلها حلو. لكن أرجع أقول الobservations واللاب ريبورتس من الوسائل المهمة لقياس أداء الطلاب مع عيوبها، لكن في الآخر برضو ما فيش حاجة ما فيهاش عيوب. آخر وسيلة من الوسائل اللي بتتم اللي ممكن عن طريقها نقيس أداء الطلاب في أثناء أو ما بعد الكورس على طول هي ما يسمى بالبورتفوليو. البورتفوليو الحقيقة وسيلة من الوسائل الجديدة نسبيا في تقييم أداء الطالب أو المتدرب، والحقيقة أن الوسيلة دي فيها كلام كتير. أنا من رأيي أن هي لسه لم تنضج النضوج الكافي اللي هو او ما استوتش كفايه يعني عشان تستخدم بكثافه، وخصوصا لو ان انت ما عندكش خبره كافيه في عمليه التدريب او عمليه التعليم. لكن لو حاولنا نعرفها بسرعه فهي انك بتدي فرصه للطالب انه يفرجك على ادائه باكثر من وسيله في نفس الوقت، انه يعمل يحل مسائل في صوره assignments زياده او مختلفة عن اللي انت اديتها له، في صورة project، في صورة demonstration، في صورة lab report، لكن من غير ما يتقيد تماما بقيود
واضحة أو بقيود جامدة زي ما بتقولوا، لا لازم تحل 5 مسائل، لازم تعمل 2 lab reports، لازم تخش الامتحان الميد تيرم والفاينل والكويز. كده انت بتحدد له الطريقة اللي بيجمع بيها درجاته أو بيجمع بيها تقديره. البورتفوليو بيبقى فيه flexibility أكتر، يمكن مش مكاننا ومش وقتنا إن احنا نشرح تفاصيل البورتفوليو، لكن زي ما قلت في الأول إن البورتفوليو ما زال وسيلة من الوسائل الجديدة والحقيقة من الوسائل الواعدة في المرحلة الجاية في من مراحل تطوير التعليم في العالم كله، لأنه الحقيقة له مميزاته زي ما قلت إنه بيبقى فيه فلكسبيليتي وبيدي الطالب فرصة إنه يستخدم الوسيلة اللي هو بيستريح فيها أكتر عشان يوريك مهارات. علشان بقى ما اطولش عليكم هستكفى كده بالكلام عن وسائل التقييم اللي بتتم في اثناء الكورس او ما بعده على طول، وهنوقف الفيديو بتاعنا هنا، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن وسائل التقييم اللي بتتم بعد الكورس ما ينتهي او بعد المحاضرة ما تنتهي. احنا في الكورس في الفيديو ده كسامري، احنا في الفيديو ده اتكلمنا بسرعة عن بعض الوسائل من اشهرها الامتحان اللي بنقيس بيها اداء الطالب في اثناء او بعد نهاية الكورس مباشرة، وشوفنا بعض المميزات بسرعة، بعض المميزات والعيوب اللي موجودة في كل واحدة من الوسائل دي، اتكلمنا على 5 وسائل مختلفة، وان شاء الله في الفيديو الجاي نكمل كلامنا عن الوسائل اللي هي بتبقى بعد انتهاء الكورس. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.